طيب أخذنا في الباب الأول مقدمة عن البرمجة بشكل عام، وعرفنا شو هي لغة البايثون، أو شفنا البايثون كلغة برمجة، تمام؟ وشفنا شو معنى جملة برمجية، وشفنا إنه جهاز الكمبيوتر هو عبارة عن جهاز غبي، وأنت بدك تديله التعليمات من خلال كتابة أكواد برمجية، من خلال لغة برمجة معينة. وفي الباب الثاني بدنا نحكي عن المتغيرات والتعبيرات الرياضية، تمام؟ والأنواع تبعت المتغيرات والتحويل بيناتها، تمام؟ وشفنا كذلك الانبوت، دالة الانبوت اللي هي ناخذ مدخلات من الكيبورد، وجمعنا كذلك أربع أنواع من الايرورز موجودة عندنا في البايثون، وحكيت إنه هدول الايرورز يعني بدك تكون متعود عليهم، يعني عارفهم كويس لأنه مهمات جدا، تمام؟ اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ في الباب الثالث، بدنا نحكي عن الكونديشنال اكسكيوشن. إيش مفهوم الكونديشنال اكسكيوشن؟ اللي هو اكسكيوشن يعني تنفيذ. تنفيذ، تمام؟ تنفيذ. conditional يعني شرطي. طبعا هذا الكلام احنا اخذناه في الباب الثاني او في الباب الاول عفوا، لما حكينا انه انا عندي انواع الجمل، حكينا في عندي ثلاث انواع: جمل تسلسليه، جمل شرطيه، وجمل تكراريه. الان في الجمل الشرطيه بدنا نفصل بشكل اكثر، احنا اخذناه بشكل مبسط هذيك المره، هنا بدنا نبدأ ندخل في التفاصيل، تمام؟ فهنا بدنا نحكي على التنفيذ الشرطي، إنه الجملة هذه بدها تتنفذ حسب شرط معين، إنه الجملة هاي جملة معينة بدها تتنفذ حسب شرط معين. طيب وين الكونديشنال ستيبس؟ أنا عندي في البرنامج بدي إياك تحط لي تحتيها خط هاي وهاي. لا، في برنت مش شرطية. نعم، يبقى هدول اللي تحتيهم خط هيهم هنا، هذا كلام في الكود. في الفلور شارت وينهم؟ علم لي اياهم. هذه وهذه، هدول شرطيات. لاحظ انه احنا الشرط انه احنا حددنا انه احنا بنحطه بهذا الشكل زي هيك، تمام؟ بيطلع منه شغلتين: يس في حال كان ترو، ونو في حال كان فولس. ايش معنى هذا الكلام؟ والله اذا كانت الجمله هذا الشرط هذا ترو بننفذ هاي الجمله، مش ترو مش حننفذ عليها، راح ننط نقفز عنها ونروح على اللي ورا، تمام؟ وحكينا انه انا عندي لو رقمنا البرنامج انه الجمل البرمجيه هي 1 2 3 4 5 و6. أنا عندي الجمل 3 هذه فاصلة، و5 هدول الجمل conditional C. 3 و5 إيش يعني conditional؟ تنفيذهم متوقف على شرط معين. اوعك استدرجك، او انه اوعك انت تقع في غلط تيجي تقول لي انه والله جمله 2 او جمله 4 هي جمل شرطيه. لا، هي الشرط بعينه، هي نفس، هي الشرط بنفسه، هي هي جمله الشرط وهي جمله تسلسليه، تمام؟ وين الاطار؟ صحيح، في فرق بين الشرط وجمله شرطيه. الشرط هو الشرط نفسه وطبيعته، انه هل هو جمله تسلسليه ولا شرطيه؟ تسلسليه، الا اذا انت عملت البرنامج زي ما حورجي لك الان، يعني انه يكون في عندك انه اف جواتها اف، ساعتها بيختلف الوضع.
تمام. طيب بناء على قيمة الإكس 5 بيجي بس بفحص هنا، هل الخمسة أقل من العشرة؟ لاحظ السنتاكس تبع الإف، إنه أنت بتكتب الإف وبتكتب هنا الشرط وبتكتب النقطتين ضرورية. أول ما تيجي بتعمل إنتر لحاله بروح بعمل لك إنتنديشن، بحط لك مسافة التاب، إنه بخلي جملة البرنت هنا تاب على الإف تطبع سمولر. فهل الخمسة أقل من العشرة؟ نعم تروف، فبالتالي هاي الجملة هاي هتنفذت. نيجي للشرط الثاني، هل الخمسة أكبر من 20؟ لا، يبقى الجملة هذه بيجر مش هتتنفذ. وين هيقفز؟ على نعم على الفينش. تمام؟ طيب ايش الشغلات اللي انا ممكن احطها في الشرط؟ يبقى بدنا ناخذ العمليات المقارنة، ناخذ اشارات المقارنة. هنا اشارات المقارنة comparison يعني مقارنة. تمام؟ ايش في عندك؟ هنا اصغر من، خلي بالك احنا مش مال اليمين، اصغر من، اصغر من او تساوي، خلي بالك من الاو. تمام؟ يعني يا اصغر يا تساوي. هذه تساوي، خلي بالك فرق بين الاساينمنت عبارة عن يساوي واحدة ويساوي، هي عبارة عن يساوي يساوي. تمام؟ هذه أكبر من أو تساوي، هذه أكبر من، هذه لا تساوي. كيف؟ أصغر من هذه. نعم. ما لها؟ أو يساوي. أو يساوي. إيش معنى هذا الكلام؟ هاي الاكس بتساوي 10، هاي الجملة assignment يساوي واحدة، معناها assignment يعني انا بطلب تخزين بضع القيمة 10 في المتغير اكس في الذاكرة. هجيت لما نقول اكس اكبر من 3 او اكبر من 20، اكبر من 3 خليها، هل 3 ترو؟ طب هل الاكس اكبر من 10؟ فولس. الاكس بتساوي 10 ما بتساويها، فعشان هيك انت في عندك خيار هنا اكبر من او تساوي. يبقى لما احكي لك او، يا اما بتكون اكبر منها يا اما بتساويها. اذا كان في واحده منهم ترو يبقى خلاص ترو. اكبر من، لا مش اكبر منها بس بتساويها، يبقى ترو. طب اليساوي، هاي اكس يساوي يساوي، شو معنى هذا الكلام؟ هل الاكس تساوي 10؟ مش خزن لي الاكس في العشرة، اوعك تلخبط. هذه معناها خزن لي في الاكس 10، هاي معناها هل الاكس بتساوي 10؟ 2 يساوي، فبالتالي هذا الناتج تبعها دائما يا ترو يا فولس. اما العكس ان انت بتحط لا يساوي، هنا لما احط علامه التعجب يساوي معناها انه هل الاكس لا تساوي صفر؟ ليش؟ هل الاكس ما بتساوي صفر؟ صحيح ما بتساوي صفر. تمام؟ فانت هنا في عندك النفي لا تساوي. تمام؟ بالأصغر من هي نفس الأكبر من، يعني بس إنه الأصغر من والأصغر من أو تساوي نفس الفكرة. تمام؟ واضح؟ هدول إيش بنسميهم؟ بوليان إكسبريشنز. أول ما تشوف أنت عندك بوليان معناها ترو فولس، إكسبريشنز تعبيرات
منطقية. منطقية معناها إنه أكبر من أصغر من يساوي، والناتج تبعها دائما يا إما true أو false أو yes أو no، نفس المفهوم. تمام؟ الكومبارزون دائما إيش بتسوي؟ دائما تعمل مقارنة بين المتغيرات وما بتغير قيمتها. تمام؟ وهي الملاحظة محطوطة عندك هنا، لأنه في كتير بيحكوا لي إنه الكلام اللي أنت بتشرحه موجود في السلايد، موجود في السلايد، أنا بشرح من السلايد. أنا حكيت لك خلي بالك إنه هذه معناها assignment. assignment تعيين، تعيين قيمة في متغير، أما هاي معناها هل المتغير هذا بيساوي قيمة معينة؟ هاي زي ما حكيت لك أنت. هنا إيش حكيت لك؟ هنا حكيت لك إنه الإكس بتساوي 10. هنا معناها حط لي العشرة في المتغير إكس. هذه معناها هل الإكس بتساوي 10؟ فالناتج بيكون يا ترو يا فولس. تمام؟ واضح؟ طيب لاحظ إنه هذا الكود راح فحص لك إياهم كل، استخدم لك إياهم كل. تمام؟ ممكن نكتب زيه بالتدريج. لاحظ انه هذه الجمله هاي ناتج الجمله هاي، هايها باللون الاصفر، هذه باللون الازرق هاي الناتج تبعها هنا، هذه هاي الناتج تبعها هنا، هذه هاي الناتج تبعها هنا، هذه الناتج تبعها هنا، وهاي هاي. يبقى كلهم ترو، كلهم ترو. خلينا نعمل هذا الكلام، نعمل مجلد جديد شابتر 3. تمام؟ وهنا نعمل ملف بايثون جديد، وحكينا انه بدنا نعرف الاكس بتساوي 5. وهنا ايش بدا؟ بدا باليساوي. هل الاكس بتساوي 5؟ ترو حسب قيمة الاكس. فهنا بدي اطبع انه انه الx is equal to 5. نيجي هنا نجرب الاكبر من، هل الx اكبر من 4؟ هل الخمسة اكبر من 4؟ true. فهنا بدنا نطبع جملة x is هنا بدنا نجرب الأكبر من أو تساوي، هل الإكس أكبر من أو تساوي الأربعة؟ هي ما بتساوي الأربعة بس هي أكبر منها. تمام؟ أستاذ ما فيش داعي للتسجيل لأنه هذا كله عندك مسجل على الشاشة في المسجل فيديو. لا هنا بدك تحط انه شرط مركب، بدك تحط هنا and، هذه لسه ما اخذناهاش. هل الاكس، هل الاربعه، هل الخمسه اكبر من او تساوي 4؟ هي اكبر منها بس ما تساويها، فبالتالي true. فبالتالي هنا print انه الاكس is larger than or equal to 4. ايش ضل عندنا؟ بدنا نروح للاصغر من، هل الاكس اقل من العشرة؟ نعم صحيح. يبقى بنطبع انه اكس از سمولر ذان 10.
هل الاكس اقل من او تساوي الخمسة؟ هي مش اقل منها ولكن تساويها، فبالتالي ترو. يبقى هنا print انه الاكس is smaller than or equal to 5. ضايل ايش عندي؟ التساوي. هل الاكس احنا عملنا هنا اليساوي، هنا بدنا نعمل انه لا تساوي. لا تساوي 6 نقطتين، يبقى print x is not equal to 6. يبقى كلهم true، كلهم true. لاحظ انه لما نشغل كله اتخذ. x is equal to 5 larger than 4 larger than or equal 4 smaller than 10 smaller than or equal 5 not equal to 6. إذا غلط مش هتتنفذ، ولا يعني مش هتتنفذ 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 حسب الشرط. كيف؟ مش خطأ هذا يا أستاذ، مش خطأ، إنه الشرط إنه صار فولس، مش حكاية إنه بحدد لك ما بتنفذ. يعني لو غيرنا هذه القيمة صارت 4، هذا ترو ولا فولس؟ يبقى هاي الجملة مش راح تتنفذ. هاي فولس، هاي ترو، هاي فولس. أقل من 10 ترو، أقل من 5 ترو، مش 6 ترو. يبقى كله حيتنفذ مع هذا، هذه وهذا. شغل هاي، ما تنفذتش الأولى، هذه ما تنفذتش مش موجودة، وهنا الثانية ما تنفذتش. إيش تنفذ؟ larger than or equal 4، هاي اللي بعديها. تمام؟ فبالتالي هنا الشروط بتحدد ايش الجمل اللي حتتنفذ وايش الجمل اللي مش حتتنفذ حسب الشرط. يبقى هاي الجمل شرطية، تتنفذ ولا لا الله أعلم حسب الشرط. واضح؟ طيب حكيت هنا انه انت ممكن يكون في عندك في الجملة اكثر من بلوك، يعني على سبيل المثال هاي اكس بتساوي 5، هنا print the value of x هاي كوما x. هذا الكلام فيش عندكم فيه مشكلة صح؟ في حدا عنده مشكلة في هذا الكلام؟ نحن عندنا في البرنت ممكن تحط أكثر من حاجة وبيناتهم كوما، فهذه عبارة عن رسالة جنب بعض بيجوا. هذه رسالة حتطلع للمستخدم إنه قيمة الـ x بتساوي اكس، هذه الرسالة حتطلع للمستخدم وهنا القيمة تبعت الاكس. تمام؟ طيب نيجي نعمل الشرط، هل الاكس بتساوي 5؟ شرط هذا ترو ولا فولس؟ ترو، بس بدي اخلي أكثر من جملة لعندي للاف، فبدي أعمل إنه print x is equal to 5، 5. وهنا بدي احط نفس الجملة بس غيرت الرسالة، بس انا بدي ابين لك انه انت ممكن يكون في عندك انه اكثر من جملة تابعة للاف. ليش؟ لانه هي نفس المستوى في تاب، يبقى هذا البلوك كله تابع للاف، وهي كمان واحدة ثالثة. x is still
equal to 5. بدك تعمل and بيناتهم. هلقيت حنشوف كيف نشبك هاي اكثر من شرط في نفس الجملة. بس خلينا واحدة واحدة. تمام؟ بلاحظ انه هدول الجمل كلهم الثلاثة بيشتغلوا. هنا after the first if. هنا انا ببين انه انا وصلت في الكود وين؟ انه هاي بعد الاف الاولى. بدنا نعمل الاف الثانية. if x اقل من 7 هذا برضو true. فبالتالي هنا print x is smaller than 7 وممكن نكتبها كتابة زي هيك. هنا print after the second if. وين آخر حاجة print done أو int. واضح يا شباب؟ بدي أبين لك إنه أنت عندك هذول الجمل كلها تابعة للإف الأولى وهذه الجمل كلها تابعة للإف الثانية. هذه دائما بتتنفذ، 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 هذه وهي كذلك دائما بتتنفذ. هذول conditional. هذول conditional. تمام؟ لاحظ انه الشرطين true فبالتالي كله حيتنفذ. The value of x is 5. x is equal to 5 is equal to 5 is still equal to 5. هاي الثلاث جمل الشرطية الأولى. هاي هنا بعد الاف الأولى. هنا smaller than 7 smaller than 7 بالأحرف، وهنا بعد السكند اف، وهنا دن. بدنا نغير قيمة الاكس. ايش بدي احط؟ عشر. الشرطين صاروا فولس. الشرطين صاروا فولس. تمام؟ فلاحظ انه هل العشرة بتساوي خمسة؟ فولس. فحيقفز من جملة ثلاثة لجملة وين؟ سبعة. هايو after the first if حتلاقيها عندك ظاهرة على الشاشة زي بالضبط. the value of x 10. هنا after the first if after the second if ايش معناته؟ انه البلوك هذا برضه ما تنفذش لانه العشرة مش اكبر مش اقل من السبعة. تمام؟ هاي after the second if وهي الدن. كيف؟ مسافات؟ شامل. يعني انت عندك هنا لو كان في مسافة زيادة قصدك؟ هيك؟ لا، ما تأثرش عادي. ماشي، هذه انه انت عندك يعني بيقول لك عشان الكود يكون شكله جميل انه يفترض ما يكونش مسافة هنا، عشان هيك حط لك خط تحت. لكن لو نفذت مش حيطلع لك ايرور. فيش ايرور. فيش سنتاكس ايرور. اي جملة برنت؟ قول لي اي سطر، سطر رقم السطر. سطر سبعة. ايش اللي فصلوا عن ايش؟ هيك تابع العلم. هيك مش تابع العلم. مسافة. هذه مش مسافة، تاب. تاب. كيف؟ ايش يعني بتنفذ لحاله؟ هاي الشرط فولس وتنفذ لحاله. قيمة الاكس 10 هيو after the first if second if، معنى ذلك انه هذا فولس، هذا الشرط فولس، هذول الجمل ما تنفذوش. هذا فولس وهنا ما تنفذوش، فاشتغلت عندك 7 و11 و12.
سطر 7 وسطر 11 وسطر 12. لأن الشرط فولس، هذا الشرط فولس. عندك 9 و10 ما دام الشرط فولس هدول شرطية مش حيتنفذ. لأنهم إيه؟ لأنهم إيش؟ تبعات لل 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 للإف. هيو في عندك هنا intendation. لو إنه زي هيك بتنفذوا دائما، لكن زي هيك تبعات للإف. تمام؟ لازم ضروري. وانت لما بتيجي بتكتب، اذا بتلاحظني هنا في الكتابة، اول ما انت تيجي تكتب اف اكس اقل من او اكبر ثلاثة بتحط نقطتين لحاله بعمل لك تاب. راحت منك تعمل تاب. تمام؟ واضح؟ واضح يا شباب؟ تمام؟ طيب لاحظ هنا كيف شكلها؟ انه انت عندك هاي الشرط زي هيك، عند الياس هدول الجمل كلها conditional، هي كلها تابعة للياس. كانت الشرط ترو بتنفذهم كلهم، ساعتها بتروح على الجملة اللي وراها، كأنه تقفز مباشرة بالضبط على الجملة اللي وراها اللي يفترض تكون موجودة هنا. تمام؟ هقيت هذا اللي احنا بناخده اسمه one way decision. ايش يعني one way؟ طريق واحد. انت بتقول لي انه جمل انفذها في حالة الترو، اما في حالة الفولس ما قلت ليش ايش اسوي، فبالتالي انا مش هسوي ايش. تمام؟ طبعا هذا كلام بحكي لك على الانتنديشن، قديش انه هو مهم. تمام؟ وهنا بورجي لك كيف انه مثلا في اديتور زي مثلا هذا التكست اديتور، كيف انه انت تعمل الاعدادات تبعته. انت مش محتاج تعمل الشغلات هذه لانه انت اوريدي بتشتغل على البي شارب. تمام؟ فبالتالي هاي السلايد ممكن حتى انه انا احذف لك اياها. اوكي؟ كيف؟ هذا التكست اديتور موجود على الماك. طيب نيجي للنستد اف. ايش يعني نستد اف؟ اف جواتها اف. او فور جواتها اف. طيب شوف لي هذا الكود. حكيت قديش قيمة الاكس؟ 5. هل الاكس أكبر من الاثنين؟ ترو، حيطبع لك هدول الجملتين. يبقى هنا هيو دن ويت تو. شوف لي هذا الكود. فور اي ان رينج 5. شو معنات هذا الكلام؟ فور هاي ثاني مرة تمر علينا، شو معناته؟ إن أنا بدي أعمل تكرار لقديش؟ 5 مرات. تمام؟ هاي حوضح لك اياها هنا. فور لوب. فهي فور اي ان رينج 5 برنت هلو. هذا حيطبع لك هلو 5 مرات. واضح؟ سابقا كنا نعملها بالوايل. شوف بالوايل كيف بتنعمل.
انت عندك هاي هم بس سطرين بسيطات في الوايل. كيف كنا نعمل؟ كنا نعرف ان بتساوي 5 تمام، ونقول انه الوايل الان اكبر من الصفر print hello، وكنا نعمل ان بتساوي ان ماينس 1. هذا بيطبع لي هلو 5 مرات. هيو هلو 5 مرات. هذا الكلام ممكن نختصره، هيني علقت لك اياه، تعلمه كله زي هيك كنترول سلاش. وايش بدنا نسوي؟ ببساطة بدك 5 مرات for i n range 5 print، بدك 7 مرات هاي 7 قد ما بدك. نعم ثواني، واحد واحد نعم. ممكن اقول هاي الاي معناتها هذا الكلام انه الاي اول لفه بتكون زيرو، ثاني لفه بتكون واحد، اثنين، ثلاثه، لغايه قديش؟ السته، 7 لفات. شايف؟ زيرو، واحد، اثنين، ثلاثه، من زيرو لسته يعني 7 مرات. هكذا ايش الاختلاف بين هذا وبين هذا؟ انه طريقه ثانيه لللوب. هنا انت عندك طالما الان اكبر من صفر بلزمك هنا انه انت تعرف الان فوق تمام، وبلزمك تعمل العمليه هنا. لكن بالفور بيختصر عليك هذا الكلام انه التعريف بيكون هيو هنا الاي تمام، ممكن تعتبرها انه هي زي الان ولوحده بزود. يعني هنا احنا عملنا انه تنقيص زي هنا، خليني اعمل لك اياها هذه، اعلق لك اياها هذه ونعملها انه نظام الزياده. حكينا انه احنا بدنا نبدا الان بزيرو ونقول لغايه الخمسه تمام، وهنا بده يصير زائد، هنا اقل من الخمسه تمام. فهنا اول مره الان بزيرو، بعدها بزود واحد، الان بواحد. هل الآن أقل من 5؟ هل الواحد أقل من 5؟ نعم أقل من 5، يبقى أعمل لي كمان لفة وهكذا. فبالتالي هنا هاي 5 مرات. فبالتالي هذا الكلام هاي بدنا نعلقه وهي نعمله هنا. إيش أنت في عندك؟ الآي ممكن تعتبرها إنه هي الآن، حتى أنا ممكن أسمي لك إياها هيها أن، تفرقش معي. أنا بحدد التسمية. فإيش حيسوي؟ حيبدأ الأن بزيرو، حيبدأ زيرو واحد اثنين لحاله بزود في الفور لغاية الستة. فبالتالي هنا الفور أسهل من الواي، هاي الفرق بيناتهم. بس الاثنين أنت بتقدر تعمل فيهم تكرارات. تمام؟ طيب كيف يعني؟ في شي فرق، الاثنين بيعملوا تكرارات. تمام؟ لسه لقدام شوية، يعني ها في هذا الشابتر احنا بنركز على ايش؟ على الكونديشنال، على الاف. الشابتر اللي وراه حنركز على التكرارات ونشوف متى هذه بتفيد أكثر ومتى هذه بتفيد أكثر. بس لغاية الآن إنه أنت ممكن تسوي تكرارات يا بهذه يا بهذه، اللي بريحك. طيب، هجيت هنا لو قلت لك إنه أنت بتطبع لي مرحبا 7 مرات. وجيت قلت لك انه انت لو كنت في المرة الأخيرة بدي اياك تطبع مش مرحبا، تطبع مع السلامة. ايش بدنا نحط؟ جملة ايش؟ شرط، صح؟ يبقى جوا الفور بدنا نحط جملة شرط. لا انا بقول لك انه انت بدك تقول لي مرحبا 5 مرات، بس المرة الأخيرة تقول ليش مرحبا، قول لي مع السلامة. تمام؟
لا شرط جوا لوب. طيب فهنا بقول اف اخر لفه الان قديش بتساوي؟ 6. مش احنا اتفقنا بنبدا من زيرو؟ يبقى 6. شو بدي اطبع؟ برنت جود باي. لاحظ هذه كم تاب فيها؟ 2. ليش؟ لانه انا بقول انه الاف هذه تاب على الفور، تمام؟ اول ما اعمل انتر شايف وين جابني؟ انه انت بدك تخلي الجمله هذه تاب على الاف، بده يكون في عندك انتنديشن بالاضافه للانتنديشن تبع الفور. فهنا نظام الانتنديشن عندنا في البايثون كثير مهم. كيف انت بتحدد البلوك؟ بتحدده بالانتنديشن، انه هذه تاب على هذه بالانتنديشن. فهدول الاثنين تبعات للفور، وهاي الجمله اللي هو سطر 9 تاب على الاف، اللي هي اصلا تاب على الفور، تمام؟ مش زي لغات برمجه ثانيه. لغات برمجه ثانيه في عندك اقواس بتحدد بدايه البلوك ونهايه البلوك. هنا النظام مختلف، نظام انتنديشن، وبدك تتعود عليه، تمام؟ طيب نشوف نجرب هذا الكود ايش حيسوي. حيطبع لي هلو 7 مرات من 0 ل 6، اخر مره جود باي. لو هاي الجملة أنا ما حطيتهاش ضمن شرط، هاي هذه علقتها وهذه بدي أضطر إنه أجيبها هيك، لأنه خلص بطلت تاب على الإف، إيش راح يسوي؟ هلو جود باي، هلو جود باي، هلو جود باي. أنا ما بديش هذا الكلام، أنا حكيت لك آخر مرة بس، تمام؟ فهنا بتحط الشرط هذا وهذه الجملة بتكون تابعة للإف، بس بطبع لك أول مرة. نعم. مش واحد، بدك تحط زيرو. تمام؟ فهنا ممكن نحن نضيف شرط تاني هنا برضو، نقول إنه إف الآن بتساوي زيرو، بدي أطبع له كمان ويلكم، صحيح هيو هلو، بس بدي أطبع له كمان. يبقى ويلكم حيحكي له انه اول مره هلو، ويلكم حيضل يحكي له هلو هلو هلو، اخر مره حيحكي له جود باي. يبقى الويلكم اول مره بس والجود باي اخر مره بس، هي محطوطه هنا حسب شروط هيو. بعد اول مره زيرو هيو ويلكم، بعد هيك ما فيش ويلكم، اخر مره جود باي، تمام؟ واضح انه يكون في عندك الاشي تابع لاشي انه تحطهم جوات بعض، واضح؟ طيب يبقى لو حوطنا هذا الكلام ببلوكس زي ما هو عامل هنا هيك، انه هذا هيو عبارة عن بلوك، هيو ليش؟ لأنه هي الانتنديشن. وهذا كله البلوك تبع الفور، هيو من البداية للنهاية هي الانتنديشن. في عندي جواته ايش؟ اف، هاي الانتنديشن تبعها، هاي تاب تانية. يبقى عندي هنا تاب واحدة، هنا تاب واحدة، وهنا في عندي تاب على التاب الأولانية اللي موجودة هنا، تمام؟ طيب نيجي للنستد ديسيجن. ايش يعني نستد؟ انه عندك حاجة جوا حاجة، اف جواتها اف، اف جواتها اف. انت هنا بتقول له الاكس بتساوي 42، قديش قيمتها؟ قديش قيمتها يا شباب؟ صح صح
42 بتقول له هل الاكس اكبر من واحد؟ ترو. راح طبع لك انه الاكس مور ذان 1. هنا لاحظ انه هذا البلوك كله تبع الاف، حطيت اف ثانيه تاب على الاف الاولى مش من بدايه السطر، انت ضامن انه هي اكبر من واحد، رحت حطيت شرط ثاني انه هل هي اقل من 100؟ ترو. فبالتالي هنا حيتنفذ الشرط هذا، وهنا اول دون. لاحظ هاي الشرط الاول في حال كان يس طبعنا الجمله هذه، وبعديها دخلنا في شرط ثاني، وهنا معنى ذلك انه احنا لو رقمنا هاي 1 2 3 4 5 ايش الاحتمالات اللي معك؟ 1 2 3 4 5 في عندك احتمال انه الشرط هذا ما يكونش ترو، ايش حيصير؟ 1 5 بس هذا البلوك كله هيو نو، شايف نو نطيت مباشر على جملة رقم 5، هذا الكلام 2 3 4 طلعتش عليه لأنه فولس، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث انه 1 تكون ترو، بنروح على 2 طلعت فولس، ساعتها وين من الروح؟ هيو فولس على نو، من نو وين من الروح؟ على 5. واضح ايش مفهوم النستد؟ واضح؟ كيف؟ ثلاثة صحيح، الأربعة اللي بنفذهاش 1 2 3 5، يبقى من 3 قفزنا لـ5 ما رحناش على 4. نعم 1 2 3 5 3 نفذناها بس الناتج تبعها فولس فما نفذناش. وين؟ ممكن تعمل، خلينا لا بس 3، هدول 3 احتمالات. شوف نطبق الكلام هذا، يبقى حكينا الاكس بتساوي 42، نحكي له إذا كانت الإكس أكبر من 1 بدنا نطبع إنه إكس إز بيجر ذان 1، لسه في الإنتنديشن تبع الإف الأولى، تابعين للإف الأولى، بدنا نحط كمان شرط، إحنا ضامنين إنه هي أكبر من 1، بدنا نشوفها أقل من 100، إكس أقل من 100 هنا بنحط جملة انه x is وهنا هنا الشرطين هدول صحيحات، فبالتالي ايش حيتنفذ؟ كل الجمل 1 2 3 4 5 6. تمام؟ طيب نحط قيمة ثانية، قديش؟ 73 أو 75. الشرط الأول ترو، الشرط الثاني برضو ترو، فبالتالي حيشتغل. لكن لو حطينا 102 الأولى ترو، الأولى ترو والثانية فولس، فبالتالي هنا bigger than 1 والثانية smaller than 100 ما تنفذتش. لو حطيت 0 مش حيتنفذ لا هذا ولا ذاك، حيحط من 1 لـ6، عندي هنا رقم 6.
من واحد هاي ونعطينا ل 6 تمام؟ واضح يا شباب؟ هذا بخصوص النستد ديسيجن، هذا بخصوص النستد هذاك فور وجواتها اف، هذه اف وجواتها اف. نجي للتو واي ديسيجن. تو واي ديسيجن اللي قبل كله وان واي. ايش معنات one way؟ انه في حالة الترو اعمل لي كذا، في حالة الفولس ما قلت الكاش تعمل ولا شيء. اما هنا في حالة اليس بدنا نعمل شغلة، في حالة النو بدنا نعمل شغلة ثانية. يبقى هذا ترو وهذا فولس. يبقى هنا لو رقمنا الجمل 1 2 3 4 5 التنفيذ انا عندي احتمالين لا ثالث لهما، عشان هيك بنحكي تو واي ديسيجن. اما 1 2 3 5 او 1 2 4 5 يا هاي يا هاي، يا 3 يا 4 تمام. كيف؟ إذا صح 3 وإذا فولس 4. لا، في الحالتين إنه أنت عندك يا 3 يا 4 أنت بتروح على 5، بس يا 3 يا 4. لا، تو واي ديسيجن هذا له بس احتمالين. هذا له 3 احتمالات لأنه نستد. هذا له 3 احتمالات لانه نستد. هنا انه تو واي ديسيجن انه عندك اف، وكيف بنعملها في الكود؟ بنعملها بجمله اسمها إلس. يبقى هاي الاكس بتساوي 4، هاي جمله انه هل الاكس اكبر من 2؟ هذه في حاله الترو تمام، وهذا في حاله الفولس. الإلس معناها فولس. ايش معناها فولس؟ الحاله المغايره. ايش يعني الحالة المغايرة؟ انه اذا كانت الاكس مش اكبر من الاثنين تمام؟ خليني اعمل لك اياها في الكود. لاحظ هنا كبلوك انه هنا انت عندك كود بلوك واحد، وهنا هي هذا البلوك في الفلو تشارت شكله زي هيك. اورجي لك اياها في الكود. هنا حكينا الاكس بتساوي 2، وهنا بحكي اذا كانت الاكس اكبر من 3 اطبع اكس از بيجر لاحظ الالس. لاحظ انا عملت نزلت سطر زي هيك ونزلت على البدايه، هي باك سبيس الس نقطتين وبتحط انتر. هذه الجمله تابعه للالس. ايش الجمله؟ انه برنت عكس هاي الجمله تماما. اكس از ايش عكس انه تكون بيجر ذان 3؟ سمول ار ذان 3 او تساوي سمول
or equal to 3. وفعليا زي هيك هنا انت ضامن انه الاكس هيو بكتب لك كومنت الاكس اكبر من 3. هنا الحالة المغايرة اكس اقل من او تساوي 3 عكس هذا الشرط. هاي معنات الالس عكس هذا الشرط. هنا لما انت اجيت على المنطقة هذه اذا كان ترو انه بيطبع لك الجملة هذه، كان فولس بيكون انت ضامن انه انت جاي هنا على المنطقة هذه وانه قيمة الاكس اقل من او تساوي 3. تمام؟ وهي نعم يا 3 يا 5، يا جملة 3 يا جملة 5. لاحظ معايا هنا حسب هاي ايش حتتنفذ 3 ولا 5؟ 5. هل 2 اكبر من 3؟ لا، هيروح على وين؟ على إلس. يبقى هنا x is smaller than or equal 3 ضل. طب نعكس الشرط هنا نحط يبقى هنا is bigger than 3 يبقى اشتغلت جملة رقم 3 وجملة 5 ما اشتغلتش. تمام؟ واضح؟ لا كل اف لها إلس واحدة ما ينفعش انه تو إلسز. تمام؟ شو اسمك انت يا استاذ؟ واضح يا شباب؟ اذا انزل لك واجب كويز على المودل نفس نظام الكويز الاولاني، ايش طبيعة السؤال؟ طبيعة السؤال انه بدي اياك تدخل علامة طالب وتطبع لي انه اذا كان ناجح او راسب. يبقى ببساطة اف والس اذا اكبر من او تساوي 60 ناجح. إلس للأسف. تمام؟ يعطيكم العافية.